شاء الله وصل السهم قريب 19.86، والله يعتبر ارتداد حلو في معدني، يعني قريب جاب أكثر من 20%، والآن 18.70 اللي مو عاجبكم ضاغط اليوم، لكن يعتبر سوى حاجة طيبة. يعني تخيلوا إنه معدنية اليوم قيمته في الشاشة هي قيعان 2006، سبحان الله شوفوا كم سنة جلس تحته، لما كسروا في 2017 جلس 2018 و2019 و2020، وفي عام 2020 اخترقوا بعد أزمة كورونا، وسبحان الله شوفوا الآن السهم صحح ونزل كسروا ورجع فوق الآن، وما زال إلى الآن فوق، وهي كأنها الآن شوفوا حتى شمعة اليوم عاكسة للاتجاه من دعم هذا الخط الاستراتيجي 18.5، اللي هو يعتبر هذا الرقم رقم قاع 2006، شايفين؟ يعني سبحان الله اللي ينفذ أمر شراء في معدني على طول يقول أنا اشتريت السهم بقاع في قاع 2006 التصحيحي اللي بعد انهيار 2006، يعني هذا الخط للاستئناس دائما في التحليلات الشهرية. طيب السهم الأصل فيه هو الاتجاه الهابط من القمة، خلونا نشوف، رسمنا له قناة هابط، والله ما شاء الله حاول يكسر القناة ولكن الحمد لله رجع في وسطها وتحرك السهم للأعلى ونجح في تخطي 18.5، وما زلنا فوقها وفوق قاع سبتمبر 18.64. هلنا يعني اليوم معدنية في منطقة مناورة، كان قريب المنطقة دي 18.64، يعني اللي اشترى معدنية اليوم ما شاء الله يعتبر قنصه في هذا عند قاع سبتمبر مرة ثانية عند الاختبار، سبق له انه نزل اختبر وارتد منه، واليوم نفس الحكاية ومدعوم ما شاء الله بمتوسط 150 خلفه، هي معدنية حلو للشراء والمضاربة يعتبر، يعني ما زلنا نبحث عن 200 وهي من أهم مقاومات هنا قريب 20 ريال 19.96 يقرأ، يعني بيننا وبينها ريال 20 هلنا، هل ينجح معدنية إن شاء الله اليومين الجايين ويصعد مرة تانية كده ويروح يختبر 200؟ إذا وصل هنا واخترق 200 أوه هنا يبدأ الكلام الجميل، هنا تبدأ الموجة تأخذ لها منحنى إيجابي أفضل من الوضع الحالي، والله حلو معدني. وأنا اللي مريحني زي ما قلت لكم هذا المنظر اللي هو فوق 18.5، يمكن لو كان تحته يقول الدعوة فيها بزرمط، مع أنه شوفوا على اليومي والله عندنا دعم عند 18.30 متوسط 100 وقاع البولينجر على اليوم، ممكن تكون هذه منطقة البزرمط لو كسرها. حلو معدني، أشوف بعض الناس تسأل عن معدني، هي معدنية اليوم أعطاكم شمعة عاكسة للاتجاه من منطقة الدعم الحلوة دي، يلا إن شاء الله تشوفوا بطنه ريال، ويا بختكم لو عد هذا الريال وعشرين هللة العملية حتحلو. طيب كم صحح معدنية من قاع كورونا؟ لو عكسنا الفيبو في معدنية من قاع الموجة القمة الموجة، معدنية صحح 78 فيبو، ما شاء الله تبارك الله، من 9.5 ريال راح السهم من قاع كورونا وصل الأعلى بما يعادل 39.65، نزل السهم كون شمعة عاكسة على الشهري هنا، يعني حافظ على 15.95، إيش يعتبر ارتد معدني؟ ما يعتبر ارتد، يعني هذا قاع شهر 6 17.60 ونحن فوق قاع شهر 9، والله يا جماعة معدنية طيب إلى الآن، يعني رغم جني أرباح السوق ما يعتبر معدنية، خرج عن المألوف ما زال طيب، إذا عد إن شاء الله مناطق 20 كشف 21 اللي هي النسبة الذهبية المكسورة، يعني شوفوا منذ عودته من 78 فيبو ما وصلنا 61 فيبو المكسورة، يلا إن شاء الله إذا مو الشهر ده إذا حافظنا على المناطق دي ممكن نشوف معدنية الشهر اللي بعده يقرب من 21 ريال. بعدها هذا قاع نوفمبر المكسور 22.70، وفي قبلها المتوسطات الشهرية المكسورة ما بين 50 و100، وهذه تقرا 22.10 22.12، والله يا جماعة الصبر طيب، وين الشمن كحلي؟ وينك وين الشمن كحلي؟ الشمن كحلي لما تيجي طالع في موجة زي كده فتقتحم المسار الهابط ومتوسط 200، وهذه أبعادها قريب 25.70. طيب لو عكسنا الفيبو في معدني، يعني تفائلنا إنه موجتنا دي إن شاء الله
راح تأخذنا، خلونا نشوف لو وصلنا عند الترند الهابط كم تعادل قريب الفيبو. 24.70 قبل 25.70 بريال 38 فيبو، الأدنى 15.5 والأعلى قلنا 39.65. يعني لسه قدامه حفلات هنا، يعني شوفوا المقاومات اللي حيصطدم فيها في الصعود من 23 فيبو، متوسط 50%، بعدين يجينا قاع نوفمبر، بعدين تجينا 38 فيبو، يعني بعدين نوصل 200. يعني هنا نقدر نقول بعدها يصير أم المسامير في حالة تانية. وهذا الخط الاستراتيجي يتوافق مع متوسط 50، هذا قاع 2014 21.7. طيب يا طيب، والله شمعة الوتد الشهرية دي حلو، لو كتب الله لنا تاريخيا تكون قناتنا الصاعدة من قاع كورونا مرورا بقاع ديسمبر 2022، إذا ما يرجع يكسر قاع ديسمبر ويكسر الترند ويجي طالع مستقبلا فيخترق المقاومات هذه ويعطي إشارة قوية باختراق الميتين مع الترند، وحب يروح السهم يلعب داخل قناة زي هذه. الله 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 الله، شايفين الأحلام الوردية فين تاريخيا كده. اليوم نحن 18.70، شوف سبحان الله قناة زي هذه، بس نقدر نقول الكلام ده دحين. هذا الكلام ما يترسم بالطريقة دي ولا ينقال عنه كده إلين يطلع معدنية يخترق الميتين مع المسار الهابط، تصدق؟ بس إنه للتسلية ما ندري، سبحان الله يمكن سجل يا زمن وسجل يا تاريخ إننا في يوم من الأيام قعدنا مع أبو محمود في شهر فبراير من عام 2022 وقام ورانا قناة زي هذه. أقسم بالله كنا نتكلم عن الزامن في عام قبل أيام كورونا هو ب 12-13 ريال، وكنا نشوف أنه ممكن يوصل السهم من قاع القناة إلى خط الترند، وكنا نقول سجل يا زمن ممكن نوصل 43، ويريد الله ويروح الزامن يضرب 43. شوفوا دحين نحن قاعدين نتكلم ونطل في الخريط ونقول هل ممكن نيجي في يوم من الأيام يخترق المعدنية ويصعد في موجة، وتيجي بعد حقبة من الزمن تطل تقول الله شوفوا معدنية على أعتاب سقف القناة الكبرى. إيش القناة الكبرى؟ هذه هي القناة الكبرى، إنه السهم بناله مسار من قاع كورونا إلى قاع ديسمبر من عام 2022، وقام سبحان الله من بعدها بدأ السهم يكون قمم وقيعان صاعد إلين طلع 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 وصل هنا. ولما يوصل هنا تعرفوا هذا الرقم ليش مستغربين؟ لو جاء هنا ترى في عام 2014 قمته هنا، يعني سبق له تاريخيا في 2014 إنه سجل السهم قريب ال 54 ريال، وال 54 هي تعادل الآن 161 في من هذه. وشوفوا هذه القمة قبلها كمان بكم سنة حققها السهم في عام 2008 قبل ما يصير انهيار الأزمة المالية العالمية، لما كان جاي من قاع 2007 أو 2006 اللي كنا نقول عليه 18.5، من 18.5 إلا ما طلع السهم ولامس برضو 54 ريال. فيوم يجي يطلع السهم تاريخيا ويوصل هنا 54 تكون هذه ثالث مرة يحققها السهم تاريخيا في تداولاته منذ عام 2006، يعني فعلا تحت ال 18.5 زي البدروم اللي هو قاع 2006. بس غني يا ليل مطولك، غني يا ليل مطولك. طبعا المضارب الناجح ما يجي يرسم زي كده ويقول خلاص، لا يبغى يمشي مرحلة مرحلة. عشان نحن نفكر بالأهداف البعيدة ديك لازم على الأقل نكون اخترقنا متوسط الميتين وخط المسار الهابط.